السلام عليكم، وياكم هيثم. نريد نبدل فريز بهاي الاجواء الممطره الجميله. والله هذا حكي هذا. بس تدرون الموعد موعد ما بيها شو اسمه. طبعا هاي السياره الفريز مالتها يصير بهذا الشكل اللي هو يجي فد شيء مسدود فريز وهيت كور يعني مال التدفئه. طبعا فحصتها انا بالضغط، عفتها يومين وهي لازمه ضغط كل زين. مشكلتها انه هاي تجي مكويه كوي، لاحظ هذا الا تجيب له فد شيء تموعه يلا تقدر تفسخها. طبعا هذا الفيديو ممكن يكون طويل جدا لان راح نفتح الدشبول قطعه قطعه، فخليكم ويانا. يا الله. طبعا بالنسبه لدشبول هاي السياره، الدشبول بصوره عامه احنا نحتاج نفتح هذا الحصان الوسطي، يصير اكو بيه براغي هنا. لاحظ مكان البراغي، هسه هذا مكان برغي هنا، بس شويه هنا المكان اظلم. عندنا هاي تطلع انه مكبوسه كبس، نبجها نطلعها. عندنا هاي صاير بيها برغي من هنا بالصفحه ومن ذاك الصفحه، وبراغي اثنين هنا. اوكي، هاي تطلع ويانا قطعه واحده. ايش عندنا بعد؟ عندنا فوق عندنا قطعه هناك هم تنبتش بتش لكن انكسرت وياي، لان انا جربت افتحها قبل فتره السياره بس كان ماكو فريز فرجعنا كل شيء بمكانه. هاي بيها براغي هنا وبيها براغي ورا المسجل. المسجل ايش بهاي القطعه؟ ممكن انه تبتشها بتش تطلعها، والمسجل بيه ست براغي، البراغي كلهن قياسن سبعة. بعد ايش عندنا؟ عندنا من الجوانب اللي هو هاي ممكن تطلع تنبتش. فلاحظ شلون اجتي، ولاحظ البرغي مال هاي اللي هو هذا قياسه سبعة. اكيد تشك ماتش هم نوخرها. طبعا انا هاي السياره فتحتها ذاك اليوم لكن قلت لكم رجعتها، فاكو اشياء هوايه مثلا براغي او اشياء انه احنا اصلا فاتحيها يعني. فهسه هاي هنا تقريبا هنا تقريبا بعد ماكو شيء من هاي الصفحه عدا هذا البرغي. هاي هم بيها برغي واحد اللي هو هنا، طبعا يصير عليها كفر وبرغي نشلعه. طبعا الادوات اللي نحتاجها لقمه 10 ولقمه 7 تطوالات راجز ودريل وهاي. طبعا يفضل تستخدم وحده بلاستيكيه بدال هاي، لكن اذا ما عندك عادي. نبدي نسحب نبتشها، اذا اجتي اهلا وسهلا، ما اجتي نغير من غير مكان، بحيث اذا ما تجي نعوفها. هسه هي من هنا طلعت، فمن تطلع من الصفحه عاد وراها تقدر تمشي ايدك جواها وتسحبها سحب شويه 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 شويه. وين صحيح هواي اشياء كسرتهن، لكن انت حتى انت ما تكسرهن. فمن الجهه المفتوحه نمشي جواها هاي عاد ما هي تطلع ويانا. هاي يصير بظهرها فيشه نفسخها. نجي هنا على البراغي سبعة، لاحظ انه هنا واحد واحد ثلاثة ومن الجهة ثلاثة. هسه احنا ايش عندنا؟ عندنا هاي القطعة اللي جوا هي تطلع بالبداية، فلاحظ لان هاي يصير فوق هاي فلازم نوخرها. ايش قد بيها فيش؟ بيها فيشتين. هذا المسجل مالتنا كذلك بالنص. لاحظ اكو هنا شنو؟ اكو براغي 10 3 1 2 3. نجي على هاي نبتشها. نجي هنا عندنا براغي 2. هذني هنا مثل ما قلت لكم اكو براغي كان المفروض يكون الموجودات احنا شايليهن، فراح نبدي نرفع الحصان من الظهر. نجي نبدي نحركه فوق. لاحظ اكو هنا طباقه.
ونسحبها لي ورا. بس هو بيه فيشة واحدة تصير. طبعا نحجر السيارة. لان نحتاج نبدل جير. رجع لي ورا شوية. يصير لنا مجال نفصل هاي. بعد ما نفصله اكو هاي فيشة هنا. نشلعها. من نشلع هاي الفيشة نقدر نسحبها كلية هذا. لاحظ هاي اربع براغي. وهنا أنا برغيين. وهنا المفروض يصير كلبسات. هسه نجي نفتح هذا البرغي. هاي نوخرها هيك. وعندنا هذا البرغي. بعد عندنا يكون المفروض اثنين هنا. واحد هنا واحد هناك. لكن هذني ما موجودات. هاي كلها تطلع قطعة واحدة. بس مثل ما قلت لكم اكو فيشة تصير هنا. هاي هنا أنا ما جاي تطلع زين. فشن نجي شن نسوي؟ نجي ننزل الاستيرن. النزلة لي جوا راح تطلع ويانا. وهاي الفيشة نفصلها. بس هاي طلعت ويانا كقطعة واحدة. طبعا العدادات كذلك بيها اربع براغي. براغي اثنين من جوا. لكن انا شاد بس الفوق حتى نطلعها بسهولة. نجي هنا عندنا براغي خشابية هنا ثبتين بها هاي حتى نقدر نطلعها. هذني يطلعن انه نفسخ نفسخ. نجي على هاي نفتحها بها هاي. وبرغي سبعة بنصها. نجي بعد وراها نسحبها. اكو طباقة تصير بالنص هنا. هياتها. السماعة شو نسوي؟ نفرها حتى نقدر نطلعها من مكانها. نجي بعد على العدادات. هذا نبدي نسحبه علينا. لاحظ اكو ورا براغي عشرة. لذلك انه احنا نحتاج نوخره. هسه هذا البرغي فتحناه والبراغي البقيه كلهم فتحناها. بس هو هذا شوي يصير مكانه مزعج حيل يعني مزعج. وابد ما يطلع باليد. هسه هو تحسه اوكي انشلع. فعاد هسه ما بقى بيها شيء. مجرد نرفعها. اكو برغي هنا أنا خشابي. لاحظ قمزت هي هاي من مكانها. هاي الوايرات هم نحررها. طلعت هاي. سواد نجي على الاستيرن. طبعا من صفحة الاستيرن اكو هنا يصير كفر. وبليته هاي هم بيها يمكن اربع براغي. واكو من جوا حاليا هم اكو قطعة بلاستيك هاي. اول شيء هاي الفيشة ننزلها نوقعها. وعندنا هنا كلبسات اثنين نفتحهن. نعبر الفيشة من هاي الفتحة. فيشة الاو بي دي هاي. وهنا اكو جلوب. نفره يمنى يسرى لحد ما يطلع ويانا. عليها هاي تحررت من هاي الجهة. يبقى بس من ناكل ايرباق. هسه حاليا بعد ماكو شيء يلزمها. اي فيشة من نطلعها نطلعها براحتنا. فلاحظ هسه اكو هنا فيشة واكو هنا. هاي علامة تأشير الاستيرن لان نحتاج نفتح هذا. بالنسبة لهاي شلون تنفتح؟ تنفتح من خلال هاي الفتحات الصغيرة. الصغيرة نجيب بيها فتشي شلون هذا بحيث نقدر ندفع هاي.
من ندفعها هيك نقدر نبجها لي برا. هاي الفيشة هم نفصلها ونجيب لقمة 21 هنا. فتح البرغي بسهولة. بعد هسه نحير بهاي وشون نطلعها. خلينا نجرب انه نسحبها نعتها بلكي تجي. هو انا فتحته لكن خليني اشوفكم شلون فتحته. هيك اجيب ايدي وادق عليه. واجتي وياي. هذني الفيش هم نحفظ اشكالهن مكاناتن حال اذا اردنا نفتحهن. عندنا هاي اليدة بيها برغي منا وبرغي من فوق نفتحهن ونقدر نوخرها. نجي على هاي اللي صعد وتنزل بس نسحب لي برا. تطلع هيك. اللي هي هذا شكلها. نجي هنا هسه بعد عندنا هذا الشيفت مال ستيرن. طبعا هاي برغي هنا وبرغي هنا اثنين هنا كرخيناهن. واهم نقطة عندنا بعد هي هذا البارد. هسه هذا بارد هنا من نفله يعني انه نتأكد انه احنا حافظين شكله. والكلبسات هم نخلعهن. بعد عندنا هذني البراغي وهذا كذلك وهذا. هذني البراغي صغار حتى نشيل هذا الدكت مال الهواء. وهذني اعتقد بالفريم الحديد. طبعا هذا الدكت اللي كان فوق بأكو برغي يصير هنا. يعني هسه هاي هيك على الدشبول مال السيارة. البرغي هذا ويا الجامة. وبعد عندنا برغي هنا اذا جاي تشوفوا. والاسوأ من هذني كليتهن هو البرغي مال البريك. فلاحظ الراجز منا والسبانة منا لازمته. لاحظ وحده هناك ووحده هناك. هاي طرفين مال البرغي هذا اللي هو البقى بحيث نقدر نشلع من عنده هاي الحديدة. طبعا هذا بعد ما عندنا شي وياه كله رخينا. نجرب ما نسحبه ونرفعه. هذا هو مستوعب الفريز. شوف عندك هذني البراغي. هسه هاي الجامة هنا. وعندك هاي طرف الدشبول. وهذا برغي وهذا برغي. نفتح الدكشن البارد حتى نقدر نوصل لهذني اللي هو هنا. بعد عندنا براغي 10 وبعد عندنا صوندات التدفئة. نفتحن. هاي الفريز القديم والضفيرة مال الفريز الجديد. فأخذنا الضفيرة مال القديم حطيناها بالجديد وفحصنا هسه التدفئة. أهم فحصنا التدفئة من هنا. هاي شدينا صوندة وهذيك صوندة المي. وهسه راح نرجعها من هنا. بس هي مجرد عندنا برغيين ما عندنا غير شيء. طبعا هاي وضعية السيارة من جهة يعني من الفتح. طبعا هي المعضلة الأكبر مالتها هذا البرغي اللي هنا. هذا البرغي اللي يلزم هذني مال دواسة البريك هذا. وكو هنا هم برغي يصير من فوق. واكو نقطة اللي هي هذني الكلبسات اكو بيهن وحدة هناك هي مربوطة ويا الفريز فلازم تنعت عت. هاي هنا بنحاول نضربها هواء حتى ننظفها. يعني هي مو ذاك الوساخة اللي موجودة بيها. والكثير من البراغي ما راح ترجع بمكانهن. طبعا الشد هو عكس الفتح. اي شيء طلعناه اخر شيء الرجعه اول شيء. بحيث راح نرجع الفريز وراء الكفر الحديد وراء بوابات الهواء اللي تصير العاليه
وكل شيء يرجع بمكانه بعدها، ما يعني ما بيها ذاك المشاكل، لكن هي شوية مزعجة وبيها هواية براغي، يعني هواية هواية. فشوفكم كمية البراغي، فذني كلهم براغي براغي براغي، يعني ما يقبل غلط. هن لو برغي 10، لو برغي 12، لو برغي 7، فتقدر انه تحول تحط اي واحد بمكان واحد يشتغل، يعني السبعة مش شابهات، والعشرة مش شابهات، والثلاثة عشر هم مش شابهات. وهذا كان كل اللي عندي، وشكرا، في مع الله.